السلام عليكم. الوصفه ديالنا اليوم هي دجاج تيكا مسالا، الوصفه الهنديه المشهوره تيحماق عليها بناتي. قلت علاش ما نشاركهاش معكم اليوم. حنا عارفين بان المطبخ الهندي غني بالتوابل، ولا لاحظنا ان الاصابات بالفيروس عندهم قليله لانهم تيتناولوا تيركزوا على التوابل بزاف، التوابل بزاف في التغذيه ديالهم. فاقترحت هذا الطبق اللي كيعجبنا ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها بعد المقادير، عندنا نص كيلو ديال الرز طويل الحبه بسماتي. حالتي لا ما كانش ممكن تعوضوه بالرز كلاصي، ماشي مشكل. عندنا نص كيلو ديال مكعبات ديال صدر الدجاج، انا درت نص كيلو، ممكن توصلوا حتى الكيلو على حسب عدد الافراد ديال الاسره، على حسب كل واحد. عندنا بصله مشلضه رقيقه، عندنا تقريبا ما وصلش كاس ديال الزيت النباتي. عندنا 3 معالق كبار ديال معجون الطماطم ولا مطيشة الحك، عندنا 5 مطيشات محكوكين، عندنا ياغورت طبيعي هذا باش نتبلو الدجاج، عندنا عود ديال القرفة، 4 الحبات ديال الهيل، 4 الحبات ديال القرنفل، عندنا 2 معالق كبار حتى ل3 ديال الزبده، عندنا معلقه كبيره او 2 معالق صغار ديال سكنجبير محكوك طري، من الاحسن يكون طري، ولا تعذر هذيك الساعه ممكن ديروا الجاف، المهم هذا تيدير فرق في النسمه. عندنا 2 معالق صغار او معلقه كبيره ديال الثومه حتى هي محكوكه، عندنا معلقه كبيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي او الكركم، معلقه كبيره ديال التخليطه ديال تيكا مسالا، وممكن تعوضوه بتخليطه ديال الدجاج. وعندنا معلقه كبيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر، ودرت انا الحلو هذاك الشيء علاش درت معلقه ديال الهريسه. الا درتو الفلفل الاحمر حار غتستغناو على المعلقه ديال الهريسه. وعندنا في الاخير عندنا واحد زلافه ديال او 2 كيسان ديال القشده الطاريه ديال الطبخ، وفي حاله لا ما كانش ممكن نعوضوها بالحليب ديال الكوك. الا تعذر ممكن نشدو الكوك ونخويو عليه الحليب ونخليه واحد الفتره ونستعملو نصفيه ونستعملو هذاك الحليب حتى هو ممكن. ولا تعذر هادشي كامل راه ممكن دير دانون مسوس حتى هو. نبداو على بركه الله. اول حاجه غنديرو هي غنديرو الرز ديالنا يرطب. اول حاجه نبداو على بركه الله في التتبيله ديال الدجاج. اول حاجه غنديرو ياغورت طبيعي، غنضيف عليه معلقة صغيرة ديال الزنجبيل المطحون أو سكنجبير طري المطحون، غنزيدو ليه نص معلقة صغيرة ديال التومة محكوكة، معلقة صغيرة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال الكركم أو الخرقوم البلدي، معلقة صغيرة ديال تخليطة الدجاج أو تتبيلة تيكا مسالا، معلقة صغيرة ديال الهريسة، معلقة صغيرة ديال الملح او تيبقى الملح حسب الذوق. نخلطو، غنخلطو
هذه هي اللي غادي نرقدوا فيها الدجاج. مكعبات الدجاج غنخليو الدجاج يرتاح في هذه التبيله وندوزو نوجدو لاصوص ديالنا. ها هنا شعلنا على الطاوه ديالنا. اول حاجه غنديرو هي نديرو تقريبا واحد جوج معالق ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الزبده، ثم نزيدو الصلصه ديالنا اللي سلوقنا. هنا من بعد ما شحر لينا البصل مزيان تيولي مذهب، هاد الخطوه مهمه لان كتشكل فرق في المذاق ديال الاكله ديالنا. هاد اثناء نزيدو دابا نزيدو الثوم اللي بقى لنا، نزيدو سكينجبير معلقه صغيره حتى هو، غنزيدو نشحروهم حتى هما شي شويه. دابا غنزيدو باقي التوابل، بان ليا درت الملح بزاف، غنقص شويه من الملح. او الخرقه مزيان، هاد الاثناء نزيد معجون الطماطم. ملي تشحر لينا مزيان اخر حاجه غنزيدوها هي طماطم مبشوره، غنزيدوها واحد الكاس ديال الماء ونخليوها تطيب. ها الصوص ديالنا كطيب، دابا غنديرو حوالي جوج معالق كبار ديال الزيت، وغنحطو الدجاج ديالنا يتقلى. ممكن نشويه كما ممكن نقليه على حساب شنو متوفر.
حاولوا العافيه تكون شويه مرتفعه. غنحمروا الدجاج مزيان حتى تكرمل السكريات ديالنا ونحصلوا على هذا الشكل. غنكملوا الدجاج ديالنا كامل وفي هذه المرحله غندوزوا لاصوص ديالنا. هي دابا غنطحنوا لاصوص ديالنا بالبغاميكسور ولا مولينيك ننتينو عليها شويه تيبرد عاد نطحنوا. من بعد ما طحنا لاصوص ديالنا هذا هو القوام المطلوب. دابا غنرجعوا الدجاج ديالنا لهاد لاصوص. فهاد المرحله كنشوفوا الدرجه ديال باش عاقده لينا لاصوص. الا جاتنا خاطره بزاف كنزيدوا فيها الماء وكنذوقوا الملح ديالها وكنشوفوا شنو خاصه. هنا كنقادوا لاصوص. من بعد غنضيفوا الدجاج اللي قلينا. دابا غنغطيو عليه وغنخليوه يطيب تقريبا واحد نصف ساعه. على ما يكون وجدنا نيت الرز غتكون هنا نوجدوا الرز. ناخذوا الطاوه ديالنا نديروا فيها تقريبا جوج معالق ديال الزيت، جوج معالق كبار، معلقه كبيره ديال الزبده، نزيدو حبات الهيل اللي طبعا فتحناهم، حبات القرنفل والقرفه. ملي تنسمينا الزيت بالقرنفل والهيل غنزيدو الرز ديالنا اللي صفيناه. غنحمروا الرز ديالنا مزيان باش يتلبس لينا بالماده الدهنيه. من بعد ما قلينا الرز مزيان باش نضمنوا انه غادي تبقى الحبه مخزونه على اختها، نعطيه وقته وكنحمروه مزيان. في هذه اللحظه غنزيدوا الملحه وغادي نمرقوا بالماء. هنا بالنسبه للماء كنزيدو كل زلافه ديال الرز كنديروا لها جوج زلايف ديال الماء. هنا كنلاحظوا ان الماء ديالنا غلا، غنقصوا على الرز حتى الاخر، خليوه عافيه كي الشميعه مهيله، وغنغطيو على الرز وغنخليوه يطيب حتى يوجد، تياخذ ما بين 20 حتى 25 دقيقه ماكسيموم. وعندنا ها هو الدجاج كيطيب مع لاصوص. نتلاقاو من بعد 20 دقيقه ان شاء الله ونشوفوا اش غنديروا ديك الساعه. من بعد 20 دقيقه بالضبط هو الرز ديالنا وجد. دابا نزيدوا ليه معلقه ديال الزبده، نطفاو عليه، نزيدوا ليه معلقه ديال الزبده وغنخليوه يرتاح شويه.
الصوص ديالنا ها هي واجده. شنو بقى خصها؟ غنزيدو ليها غير القشده الطريه اولا ياغورت طبيعي او حليب جوز الهند. لاحظوا انها غلات صافي قشده ما كطيبش ان فوا كتغلى صافي كنطفيو عليها. وها تيكا مصاله ديالنا واجده دابا غنطلقاو باش تشوفوا الشكل النهائي للطبق ديالنا.